أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد، معبراً عن التقدير العميق لجهود الرئيس وتوجيهاته المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات بتخصيص أراضي مملوكة للدولة لصالح عدد من الجهات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لصالح أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات مسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات مسلحة بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد. نجحت وزارة الداخلية في تصفية 15 إرهابياً بمدينة العريش بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية القيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات 6 أكتوبر. شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء خالد شلبي مدير الأمن حملة أمنية على مستوى المحافظات، ضبطت خلالها 5 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، إضافة لقضايا التجار وتعاطي مخدرات و117 قضية في مجال ضبط قضايا التموين. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء مباحثات مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بمقر وزارة الخارجية، ومن المقرر أن يتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية العراقية في شتى المجالات إلى جانب التطورات في العراق والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الأربعاء للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد، والمقرر عقده يوم 6 و7 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وإفريقيا ودعم جهود التنمية الشاملة بالقارة. وإلى وزارة الصحة والسكان، حيث صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم إجراء مسح طبي شامل عن فيروس سي والأمراض غير السارية لنحو 252 ألف مواطن حتى مساء أمس اليوم الثاني لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، مشيرة إلى أن جنوب سيناء تصدرت المحافظات التي شاركت في المبادرة، حيث تم فحص حوالي 90% من إجمالي سكان المحافظة. وقعت وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون مع النيابة العامة لتوفير خدمة الاستعلام وسداد مخالفات المرور والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين، وذلك من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ورياضياً، حقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أحرز هدفي الأهلي وليد سليمان وإسلام محارب ليضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية، وذلك قبل خوض لقاء العودة في الجزائر في 23 أكتوبر الجاري.